مدام إلاء من البحيرة، السلام عليكم. ولاء اه معاك سوري، حضرتك. ماشي عندي دي مدام لو ولاء. سمحت اكلم الدكتور. اتفضلي اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا على طول معدتي تعباني وما بتصحاش، فروحت للدكتور، بروح لدكاتره كتير، فاخر دكتور رحت له اداني انتودين واداني لابريكس، قال لي خدي حبيتين قبل ما تنامي، واداني حقن مقويات اللي هي به 12 دي. طيب كويس. فهل هو العلاج ده كويس؟ وادى الحقنه دي قال لي تاخدها يوم فيه او يوم ما فيه. هو بص حضرتك، العلاج ده بالك قد ايه بتاخديه؟ ايه؟ بتاخدي العلاج ده بقالك قد ايه؟ بقالي 6 ايام بس خدت علاج قبله كتير للمعدة. وتحسنت على العلاج ده؟ انا حاسة ان انا كويسة، والمغص خف اللي هو كان في جنبي بسبب الكولون. خلاص جميل. هو فعلا يعالج القولون والمعدة، خليك عليه 20 يوم، 21 يوم، شهر، وبعد كده وقفيه. طب والحقن يا دكتور اللي هو كاتبها لي يوم فيه ويوم ما فيش عادي ولا لا ايه؟ دي مقويات، يعني انتوا بتحبوا تشكشكوا حساسا والراجل. طب اتفضلي فلان، هكمل من عندي. شكرا. هو انا لا احبذ الفيتامينات خالص في الادويه، لانها يعني فلوس بتدفع كتير، واحيانا بيكون الفيتامين نفسه ملوش لازمه، والعيانين يحبوا يتشكشكوا، يعني الحقنه يوم بعد يوم بما وراءها من طقوس، واخد بالك؟ تمام. نجيب الراجل يدي الحقنه، احنا هنطلع فاصل ولا حاجه؟ لا 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 يعني لا خد لا، راحتك. ماشي. فهو الطقوس دي بيبقى فيها جو نفسي جميل جدا، واخد بالك؟ ان عيان وجايين وهندي حقنه ومش عارف ايه، واكسر واعمل، عارف الجو النفسي ده يخلي العين يخف. لكن هو في الاخر الادويه الفيتامينز بتاخد عن طريق الوريد او العضل، دي كلها معظمها ما بيكونش الجسم محتاجها، ملهاش لازمة. ومعظمها بينزل في البول ويتخلص منها الجسم، يتخلص منها الجسم، لان غير مقبول انها تختزن بالجسم. زي تمام فيتامين مدام. مثلا حضرتك ب، وفيتامين ه، وفيتامين ج اللي هو فيتامين سي، يعني تمام دول كلهم الجسم لا يختزنهم، بل بالعكس لهم اضرار احيانا، ممكن نبقى نقولها بعد كده. تمام تمام يا دكتور. انت قلت لي نطلع فاصل فنطلع فاصل. طيب يا سيدي اتفضل. اعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل، انتظرونا.